لازم يعني واجب عزاء لازم نتوجه بالعزاء لمروان عطية لاعب النادي الأهلي لوفاة والده بقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له، ويعني خالص العزاء لأسرته، وإن شاء الله بإذن الله تكون آخر الأحزان. ده واجب علينا بغض النظر عن المنافسة، بغض النظر عن أي حاجة. الراجل والده توفى، فبنقدم له باسم قناة نادي الزمالك وباسم كل العاملين في قناة الزمالك العزاء. حاجة تانية، منذ قليل عشان برضو حضراتكم تطمنوا، أنه نشب حريق محدود داخل استاد القاهرة ناتج عن تلامس الأسلاك مع أسلاك لوحة الفار، وبالتالي طبعا كان قريب من شاشة الفار، الناس قالوا أنه الفار اتعطل، ولكن باتصالنا بالمسؤولين الوحدة بتاعة الفار، اتصلنا بالمسؤولين عن استاد القاهرة، قالوا انه تم السيطرة على هذا الحريق. طب تمام، وان شاء الله باذن الله الفار يكون موجود متواجد في استاد القاهرة في مباراة اليوم. طب من طبعا جماهير نادي الزمالك والناس على ما حدث داخل استاد القاهرة الدولي. 1-4 من نادي المنافس، هي بالتأكيد صدمة لكل جماهير نادي الزمالك ولينا طبعا وكباتن في الاستوديو، لان الحقيقه يعني كان غير متوقع تماما ان الزمالك يتاخر بثلاث اهداف في شوط، وغير متوقع تماما ان الاداء في الشوط الاول يبقى بهذه او بهذا السوء، ترهل في كل الخطوط، مفيش اي تناسق، مفيش اي تفاهم، تجانس بعاد عن بعض جدا، مفيش ضغط على المنافس تماما بعكس الست مباريات اللي فاتوا. بتلعب النادي المنافس وفي فوارق كبيره ما بين المنافس وما بين الفرق اللي لعبناها، لكن كان واضح ان الشكل افضل، كان واضح ان الشكل احسن، لكن للاسف الشوط للنسيان فعلا، كلنا كنا قاعدين فعلا مش مصدقين اللي بيحصل. اداء صعب جدا، مفيش روح، مفيش حماس، تشكيل ايضا كان عليه علامات استفهام كبيره جدا جدا، واحنا بنتفرج مش قبل الاستوديو، قبل الاستوديو كان الكابتن صبري اتكلم على التشكيل والتحركات، لكن لم تحدث او لم يحدث اي شيء من اللي احنا قلناه. للاسف الشديد شوط سيء جدا ادى الى هزيمه الزمالك هذه المباراه. الزمالك خسر من الشوط الاول، ما خسرش الاول، الزمالك خسر من الشوط الاول، والمباراه اعتقد انتهت في الشوط الاول. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. طارق يحيى قال لك على الخلاصه بتاعه نادي الزمالك، بس هو بمنتهى الامانه هو نادي الزمالك خسر نفسه بنفسه. في حاجه تاني مهمه جدا، ان خوان كارلوس اوساريو ازاي ما بصش على خطه لعب النادي الاهلي او مارسيل كولر. بكل بساطه مارسيل كولر بيهتم باول نص ساعه من كل مباراه. مارسيل كولر بص على نتائج النادي الاهلي، هتلاقي مارسيل كولر جايب اجوان من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 30، اكبر عدد نسبه اهداف لخطه مارسيل كولر. هو بينزل يدوس بنزين يدوس بنزين، وهو ده اللي عمله مارسيل كولر في الدوري. مارسيل كولر حاسم الدوري وهو قبل ما الدوري يخلص بخمس مباريات، وهو بيلعب الفرق وبيعمل الروتيشن. يبقى هو خوان كارلوس اوساريو ما درسش ولا ما بصش على خطه لعب مارسيل كولر، وكمان فتح يعني كل اللي عمله خوان كارلوس اوساريو الفتره اللي فاتت ضعف مباراه الكاو بمنتهى الامان، بس هو كان عامل شغل كويس. يعني احمد ابو فتوح النهارده في وسط الملعب اداؤه سيء، كان اداؤه كويس النهارده. الوحيد اللي عنده كوره، اللي عنده ثقه في نفسه، اللي عامل شكل نادي الزمالك احمد السيد زيزو. غير كده الباقي في الشوط الثاني الى حد ما بيجاري النادي الاهلي بامر النادي الاهلي. النادي الاهلي لو كان عاوز يبقى شرس ويخلص اكتر من كده كان خلص، بس هو مارسيل كولر مش بتاع ارقام قياسيه والكلام الفاضي ده، لا لا لا، هو ماتش زي اي ماتش، انا بكسب بنزل اكسب الماتش، بنزل اكسب البطوله، انا بشتغل بالي.
اتكلم انت عن الاهداف والتاريخ والبطولات والاحصائيات. انا ماتش عادي بالنسبه لي من اي ماتش، هو ما هو الا مجرد مرحله. الدوري مرحله، ودوري ابطال افريقيا مرحله، وكاس مصر مرحله، خلص يلا اللي بعده. انت بتقف ليه؟ هتقف وتقول لي كنت المفروض تكسب وتكسب وتكسب؟ لا لا لا، فيش داعي للكلام ده. تعلم مارسيل كولر، تعلم تعرف منه ازاي عايز تنجح في حياتك. تابع مارسيل كولر، مدرب بكل ما تحمله كلمه من معنى. فوز مستحق للنادي الاهلي على نادي الزمالك 4-1، وده كان تعليق كابتن طارق يحيى معانا ويا رب الحلقه.